ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما طال الأذى عليه وعلى أصحابه في مكة أذن لأصحابه بالهجرة، يعني مما فرج الله به عنه أنه في الحج كل عام يعرض نفسه على القبائل: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فصادف نفراً من الأنصار عند جمرة العقبة في منزلهم، فجاءهم قرأ عليهم القرآن وعرض عليهم الدعوة، دخل ذلك في قلوبهم فأسلموا، أسلموا وبايعوه على النصرة والتأييد، ثم رجعوا إلى المدينة ودعوا قومهم إلى الإسلام، فأسلم الخلق الكثير. وجاء في العام الذي بعده الوفد الثاني أكثر، وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة والهجرة إليهم، فوجد صلى الله عليه وسلم من يحميه ومن ينصره من الأوس والخزرج في المدينة، وأذن لأصحابه بالهجرة. فخرج الواحد تلو الآخر على خوف من قريش وعلى خفية من قريش تريد منعهم من الهجرة، لكنهم يخرجون متسللين. ثم إن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة واللحاق بأصحابه، تآمر المشركون في دار الندوة ليمنعوه من اللحاق بأصحابه، يمنعوه من الهجرة. تشاوروا فيما بينهم، فمنهم من قال يحبس حتى يموت، ومنهم من قال يطرد من مكة، يطرد يطارد ولا يترك يأوي إلى بلد، ومنهم من قال يقتل. اتفق رأيهم على الأخير على أنه يقتل. انتدبوا له فتية من قريش يشتركون في قتله، اترصدوا له عند بابه عليه الصلاة والسلام، ترقبون خروجه من بيته ليقتلوه، فأوحى الله إليه بذلك، جاءه جبريل بالخبر، فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه حتى إذا رآه المشركون ظنوا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون جلسوا على بابه ترصدون خروجه، فجعل عليا على فراشه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم من بينهم ولا يشعرون به، وذر التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون. خرج ومر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فخرج الرجلان وذهب إلى غار ثور جنوب مكة، اختفيا فيه، والمشركون لما عرفوا أنهم باتوا يرصدون عليا وأن الرسول خرج من بينهم أصابهم الندم والهم والأسى على انفلات الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم، فجعلوا يطلبونه من كل فج، وأرسلوا الرسل والعيون، وبذلوا الفدية الطائلة على من جاء بالرسول حيا أو ميتا، حتى جاءوا إلى الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فوقفوا على الغار، فالله جل وعلا طمس أبصارهم عن أن يروا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فلم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروا صاحبه، وقالوا ليس هنا أحد، ليس هنا أحد. رجعوا خائبين ولم
لما رجعوا خائبين بقي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار أياما، وأسمى بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تأتيهم معها غنم ويشربون من لبنها، وتأتيهم بشيء من الطعام خفية كأنها ترعى الغنم فقط. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر أجيراً من المشركين يدله على الطريق إلى المدينة، وهو عبد الله بن أريقط الليثي. فخرج صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه مع الدليل على رواحل يسيرة وذهبوا إلى المدينة. في طريقه لحق به من المشركين سراقة بن مالك الجعشمي، فلما أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم ساخت أقدام فرسه في الأرض فلم تستطع السير، فنزل عنها وقال: يا محمد أخرج لي فرسي ولا وأعاهدك ألا أخبر عنك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك وعاهده على أن يتركه وألا يخبر عنه. فرجع سراقة إلى قومه وقال: أنا كفيتكم هذه الجهة، ما فيها أحد، لا تذهبوا إليها. فرجعوا، وهذا ضمانة للرسول صلى الله عليه وسلم ألا يلحق به أحد. فسار الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى وصل إلى المدينة بسلامة الله. استقبله الأنصار، استقبلوه استقبالا حافلا وفرحوا به، كل يريد من الرسول أن ينزل عنده وفي ضيافته. فوجد الأنصار وانحلت الأزمة بمقدمه صلى الله عليه وسلم على المدينة، واجتمع حوله المهاجرون والأنصار